اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، ارحب فيكم مره اخرى من برنامجكم سبورت توك. اليوم احنا متواجدين في نادي الالعاب الشتويه ومقره في الشاميه، طبعا الشاميه يعني بالكويت. لما نقول نادي الالعاب الشتويه معناته في هوكي، لما نقول في هوكي معناته في فيجر، يعني معناته لعبه جماعيه. وطبعا اللعبه الجماعيه لما نقول شلون اسست هذه اللعبه الجماعيه وشلون كونوا هذه الفرق، الصغار والكبار، البنات والشباب، في هناك اداره. الاداره ايضا بذلت المجهود وعملت وعملت لغايه ما وصلنا الى يومنا هذا، وشفنا هذا المنتخب الجميل، وشفنا هذا المقر الجميل، والصاله الجميله هي صاله مرحوم الله تعالى عجيل العجلان محمد. طبعا ضيفي اليوم راح يكون هو نائب رئيس نادي الالعاب الشتويه الكويتي للالعاب الشتويه وللهوكي والفيجر والامور هذه كلها. سيد خالد مطيري، رحب فيك ونقول حياك الله معنا في هذه الحلقه. يا اهلا اخوي سالم، مرحبا فيكم الاخوان معك، يا اهلا وسهلا. اهلا فيك خالد. يعني احنا لما نقول نادي الالعاب الشتويه يعني مجهود كبير انبذل وتعبته وسويته على ما وصلنا للحين. طبعا المجهود هذا طبعا انت تدرجت في كذا منصب في لجنه الانضباط، وايضا لجنه اللجنه الاعلاميه، وايضا الان نائب رئيس النادي. ف ما شاء الله يعني الإدارة عندك الحمد لله متمكنة وعارف شو اللي قاعد يدور. اليوم احنا متواجدين نبي ناخذ معك شغلات بسيطة عن هذا النادي. شلون تشوف الشغل مع اللاعبين كإداري، كلجنة إعلامية أو كلجنة انضباط قبل لا تكون في نائب الرئيس؟ صحيح. هو لازم نعرف شغلة أن العمل الإداري لا يغل تماماً أهمية عن العمل الفني. نعم. مثال يعني مثلاً إذا اللاعب مطلوب منه مجهود في الصالة وعنده تمرين وعنده ضغوط وايد عليه، هو يحتاج النادي يوفر له مثلاً التفرغ من الدوام عشان يمارس التمرين أو يروح البطولة. محتاج الإجراءات الورقية اللي تكون بالنادي هو مو ملزوم فيها. هذه الأمور احنا دائما نوفرها للاعب، نخليه يعني دائما يكون باله مرتاح من الناحية الإدارية. مثل ما هو مطلوب منه دور في الصالة وفي الثلج، بالتالي احنا كإدارة مطلوب من عندنا دور نوفره له. نعم. كلاعب حجز الصالة بحد ذاته هذا يعتبر عمل إداري. نعم. تواصلك مع المشروعات السياحيه عشان تاخذ منهم الصاله حق التمرين هذا بحد ذاته عمل اداري. نعم. طريقه التواصل مع الجهات الحكوميه هذا بحد ذاته عمل اداري. فبالتالي اللاعب مو مطلوب منه الدور انه يروح يتواصل مع الجهات الحكوميه عشان يوفرون له مثلا ملابس او يوفرون له الصاله او يوفرون له يبيك الشغل جاهز. نعم بالتاكيد. فهذا يعني العمل الاداري خصوصا اذا كان عمل جماعي هذا يعني يعتبر ولو كان بطيء ولكن بالنهايه قد ينجز. اللاعب لما يروح النادي ويشوف ان الامر اللي هو يعني مثلا على سبيل المثال التفرغ، لما يشوف تفرغه انجز قبل الموعد وياخذه ويبعثه لدوامه يكون مرتاح. يكون مرتاح طبعا. يكون عليه مثلا غياب وانقطاع العمل وعلى ضوها يترتب عليها قطع راتب وخلافه. فولله الحمد اخواننا في نادي الالعاب الشتويه من ايام اللجنه يوم كنا لجنه كان العمل الاداري عندنا شيء مقدس. ابدا اللاعب ما كان يتوتر من هالناحيه. يعني ايام اللجنه عشان احنا نسعى ونكون نادي شامل للالعاب الشتويه كلها الخمس لعبات الاولمبيه، ما تتصور الجهد والتعب والمعاناه اللي حس فيها اخواني الاعضاء مجلس الاداره. يعني وانت عارف الدوره المستنديه بالكويت جدا بطيئه ولا هي بالسهوله اللي الناس تعتقدها. نعم. والسابق كانت المراسلات صعبه بين الجهات الحكوميه، فمضطر انت كعضو مجلس اداره انك انت تاخذ اوراقك او تاخذ معاملتك لاشهار النادي وتلف فيها الجهات الحكوميه تاخذ منها الموافقات وتنتظر اللجان الحكوميه لما تنعقد وتعطيك الموافقه. و يعني اتذكر
في سنة إشهار النادي ب 2013 يعني مرت علينا أنا وإخواني أعضاء مجلس الإدارة ليالي والله ما كنا ننام نفكر متى يجتمعون الإخوان في الهيئة العامة للرياضة مجلس الإدارة عشان يقرون نادي الألعاب الشتوية ويتم إشهاره. نعم. فكانت الاجتماعات يعني ما تي على يعني على الكيف. أحيانا تكون الاجتماعات في تاريخ أو يوم معين يتم إلغاها لأسباب إدارية تخص الهيئة. فإحنا أو ما يعني يمكن يكون الخبر عندهم بسيط كالإخوان في الهيئة العامة للرياضة، بس إحنا لما نتلقى خبر تأجيل الاجتماع أو إلغاء الاجتماع نتلقاه نفسيا صعقة. نعم. تأكيد أنت تكون مجهز ملفك ومجهز كل المتطلبات اللي مطلوبة منك، ولكن لا الحمد رب العالمين وفقنا وعطى لاعبينا وإخواننا دارين عنيتهم وتم إشهار النادي في 2013 وأصبحنا حالنا حال باقي الأندية بالكويت اللي تتلقى الدعم الكامل من الدولة ولله الحمد. الحمد لله ما شاء الله. يعني إحنا نشوف الهيئة العامة للرياضة برئاسة المدير العام الدكتور محمود فليطح المتعاون دائما ويدعم دائما. صحيح. وأيضا يسهل الأمور للنادي بشكل كبير، وهذا أهم شيء إحنا أكيد نتمناه من جميع الجهات طبعا الحكومية أن يكون في هذا الشيء. ولكن الآن زادت الأمور الإدارية وزاد الضغط وزاد العمل الإداري لنادي الألعاب الشتوية، وذلك بعد ما شفنا منتخبنا الوطني راح يلعب إن شاء الله في بطولات العالم وفي تصفيات كأس العالم. هني راح يكون الضغط زايد، شلون راح تتعاملون مع هذه الأمور يعني كتفرغات كمعسكرات الخطاب مع الاتحاد الدولي ودخول المعركة هذه الرياضية؟ صحيح. في السابق أيام ما كنا لجنة كان عندنا شح في الموظفين لسبب أنه ما عندنا ميزانية. نعم. ولكن الآن ولله الحمد بعد ما تم إشهار النادي وصار عندنا ميزانية صار بإمكاننا نعين موظفين على قد المسؤولية وبروفيشنال مهنيا يقدرون يواجهون الإيميلات اللي تينا من الاتحاد الدولي ويعرضونها علينا وإحنا نكتب الرد المناسب، وهم بدورهم الإخوان في السكرتارية يباشرونهم. فنوعا ما تغير الوضع. في السابق كنا يعني إحنا بنفسنا نتلقى الإيميل وإحنا نترجم الإيميل وإحنا نرد على الإيميل، فكان فيها نوع من المعاناة. أما الآن لا، والله الحمد صار عندنا طاقم كامل الحمد لله من السكرتارية مثل ما قلت لك صرنا حالنا حال الأندية الباقية. نعم. وهذا بحد ذاته يعني خفف علينا عبء المسؤولية من ناحية الإدارية. عدا ذلك إحنا في كل الألعاب عيننا مدراء وسكرتارية فيهم، فهذه الألعاب صاروا كل شخص مدير لعبة معني في لعبته وهو يتراسل مع الاتحاد الدولي ويأخذ منه التعليمات كاملة ويشوف متى موعد البطولات ويرد عليهم في الوقت المناسب. صارت الألعاب كلها يعني كل لعبة في رأس إداري على هذه الجهاز أو هذه اللعبة، وفوقهم كلهم في شيء اسمه إدارة التطوير، فيها مدير فيها مساعد مدير. فهذا كله بالنهاية لما يعرضون إذا في مثلا خطة عمل معسكرات بطولات كلها تنعرض بالنهاية في إدارة التطوير ويتم عرضها على أخواني في مجلس الإدارة، ومن ثم يتخذ فيها قرار المشاركة من عدمه. ولله الحمد فهذا يعني الشيء اللي شوية خفف علينا عبء العمل الإداري ولله الحمد. الحمد لله. الاحتراف شنو صار الاحتراف مع نادي الألعاب الشتوية؟ نعم الاحتراف احنا في المرحلة شبه الأخيرة ولله الحمد، طابقنا الشروط بالكامل، الموافقات مثل ما قلت لك كلها بالكامل أخذت من الجهات المعنية، جميع الشروط اللي كانت مطلوبة للاعب ليحترف في لعبته أيا كانت تم ولله الحمد الوصول لجميع الشروط واستيفائها. الأمر مسألة وقت فقط، وعدنا في سبتمبر القادم إن شاء الله يتم الصرف بإذن الله مع بداية كل موسم رياضي. ما شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله، وراح نشوف نادي الألعاب الشتوية إن شاء الله ينطلق أكثر وأكثر بعد إدراج الاحتراف للاعبين ولاعبات النادي. بالتأكيد. الإقبال للصغار، أنا بتكلم أول شيء ببدأ على الصغار. صحيح. يعني قال ما شاء الله أنا اللي أسمع عنه أن الألعاب الشتوية عليه إقبال كبير من اللاعبين حتى اللي تحت العشر سنوات سواء صحيح. للأولاد أو للبنات، شلون تشوفونه؟ والله الحمد إحنا المدرسة تفاجأنا بالكم الهائل اللي طلبوا الانتساب للمدرسة، يعني الأعداد كبيرة جدا. ومع هذا كله والله الحمد مع التعاون مع إخوان في الهيئة العامة للرياضة تم توفير لبس لكل
لاعب في المدرسة البراعم ابتداء من 4 سنوات إلى سن 14 سنة. نعم. لك أن تتخيل يعني اللبس كامل من الهلمت إلى السكي حتى الجنطة، هذا كله يقدم مجانا من نادي الألعاب الشتوية. وأزيد على شغلة أن الأخوان أولياء الأمور في أول الأيام كانوا يخافون على عيالهم أنه قد يسقط يتعور احتكاك كذا، ولكن لله الحمد اللبس اللي احنا موفرينه في النادي لبس كامل، لبس حماية بالكامل، يعني نسبة 0% أنه قد يعني ينجرح أو يتألم في التمرين. ومع هذا وفرنا طاقم صربي الجهاز الفني ومتواجدين مع المدرسة، وقسمنا المدرسة إلى عدة مراحل. في أول الأيام كان العدد كبير فكنا ندمجهم مع بعض، فصار مع مرور الوقت صار في تسجيل جديد. فإحنا رأينا أن الأخوان في الجهاز الفني أوصوا أنه ما يصير أنا أرجع التدريب من الصفر، لازم أنا أستمر وباقي المراحل اللي سجلها ويدد ينتظرون لحين ما نفتح مرة ثانية وأبدأ معاهم تمرين جديد من الصفر خطوة خطوة. نعم. لأن أنت لما تكون واصل مرحلة معينة أو مثلا ليفل 5 أو 6 صعب أنك ترجع ليفل 0 طبعا. فأبدأوا الأخوان أولياء الأمور تعاونهم والله الحمد، وشكلنا حصص أخرى وافت واكبت العدد اللي كان موجود عندنا بالمدرسة والله الحمد. أخوي خالد، في السنوات الماضية شفنا هناك فرق بالأندية للعبة الهوكي أو للنادي، وأيضا شفنا دوري كان يقيم. ليش الدوري توقف أو ما قمنا نشوف الدوري هذا في آخر سنتين تقريبا؟ إحنا بالعكس الدوري إحنا شغال في المواسم الطبيعية، ولكن أحيانا نوقف الدوري لما يكون المنتخب في مدعو في مشاركة ما، فبالتالي كل الفرق تنضم تحت راية المنتخب وينطلقون يشاركون في بطولاتهم. إذا ما كان في مشاركات خارجية الدوري أبداً، الدوري لازم يكون شغال. أحياناً يصادفنا مثلاً الأخوان في صالة التزلج المشروعات السياحية يكون مثلاً عندهم حجوزات، مثلاً حفلات مناسبات، إحنا بالتالي ما نقدر يعني نلغي حجوزات الآخرين ونأخذ منهم الصالة، ولكن إن توفرت الصالة فإحنا نستلمها منهم ونمارس فيها رياضتنا. وعلى طاري الصالة، متى يصير إن شاء الله منشأة كاملة لكم إن شاء الله؟ إن شاء الله بإذن الله حسب وعود الأخوان في الهيئة العامة للرياضة، يعني في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله بإذن الله راح يكون جدول الإنشاءات نادي الألعاب الشتوية من أوائل الأسماء إن شاء الله بإذن الله. شو تشوف نتائج منتخبنا الوطني للهوكي في السنوات الماضية؟ ولله الحمد قفزة نوعية، وهذا الرأي قد أنا إذا تكلمت فيه قد الناس تقول هذا يعني عشان منتخبهم، فهو لا، هذا كلام النقاد وكلام الأخوان في الاتحادات الدولية الأخرى. ولله الحمد الكل أثنى على أداء منتخبنا الوطني، الكل أثنى على الجهاز الفني، الكل أثنى على التطور السريع اللي حصل مع لاعبينا ولله الحمد. وغير ذلك الأخوان في مجلس الإدارة لما وفروا الصالة هذه صار عند لاعبنا الحين وقت إنه يجي مارس. في السابق كان اللاعب إذا على حسب حجزنا للصالة، صالة موجودة حضر تمرين، ما في صالة ما بالتأكيد ما عنده مكان آخر، لكن الإخوان في مجلس الإدارة حرصوا إنه يوفروا لهم هذه الصالة، فالآن صار يقدر يتمرن فيها لو تكنيك، يشوتون على بعض، يتحركون شوية والله الحمد. هذا النوع من العطاء اللي قاعد يحاول مجلس الإدارة يوفره حق لاعبينا المخلصين. إلى الأمام إن شاء الله دائما. وكلمة أخيرة تحب توجهها من خلال برنامج سبورت توك؟ أنا أول شيء أشكركم وأشكر الإخوان في الإعلام وخصوصاً وزارة الإعلام اللي دائماً يعني معانا ومع منتخبنا ومع جميع فرقنا داعمين، ويعني وما حد يقدر ينكر هالشيء للأمانة، وهذا الجهد الطيب تشكرون عليه. الأمر الآخر أدعو اللاعبين، الآن إحنا على موسم عطلة صيف وعندنا 5 ألعاب ولاعب وما شاء الله الكويتيين موهوبين من الفطرة يعني. نعم. فنتمنى أن ينتسبون للنادي محفولين مكفولين، إيه بس يعني مجرد حملة للعلم الكويت هذا بحد ذاته إنجاز، وإحنا نتشرف فيهم، وهذا النادي ناديهم ومفتوح دائما لاستقطاب الموهوبين. فيكم الخير والبركة، وطبعا مشاهدينا الكرام الفترة القادمة إن شاء الله راح يكون صيف والحر مثل ما أنتم عارفين، لكن لما تدش نادي لعب شتوية وتيجي هنا ما تحس بالحر ولا راح تحس بأي شيء، براد والجو حلو، تعالوا تمرنوا ودخلوا هالنادي وراح تشوفون
المتعه والوناسه ان شاء الله في نادي الالعاب الشتويه. كل شكر لك اخوي خالد الطيري نائب رئيس نادي الالعاب الشتويه الكويتي وعلى تواجدك معنا في برنامج سبورتوك. مشكورين حياكم الله في اي وقت. الله يسلمك والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لحلقه سبورتوك مع نائب رئيس نادي الالعاب الشتويه الكويتي سيد خالد الطيري. نشوفكم ان شاء الله في حلقه اخرى. مع السلامه.